هنا اليوم على أرض بيت الشهداء من عاصمة دولتنا الأبية المستقلة القادمة بإذن الله من قدس الأقداس. لن يسقط الجبل. يعني بالتأكيد الاحتلال مش غريب عليه، ومش المرة الأولى اللي بنغص على المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني باكله. الاحتلال الإسرائيلي استهدف كل الشعب الفلسطيني، البشر والحجر والشجر، واستهدف نساء ورجال، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة، وبيطرد السكان من بيوتهم في الشيخ جراح وسلوان، وهون بقي مستوطنات تلو المستوطنة. أنا بقول إغلاق المؤسسات، أولا هي مؤسسات فلسطينية تتبع للقانون الفلسطيني وتعمل ضمن النظام والقانون الفلسطيني. احنا اغلاق الاحتلال لها هو اغلاق اكيد مرفوض. أيوة. جملة وتفصيلا، واكيد هو مدان بكل القرارات، هو منافي للقرارات الشرعية الدولية، منافي للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبالتالي احنا سنبقى نتعامل مع هذه المؤسسات انها مؤسسات وطنية، سواء اتحاد لجان العمل للمرأة الفلسطينية او باقي المؤسسات الحق والضمير ومؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال. انا بقول هاي مؤسسات لها دورها، يعني هي أثرت على الاحتلال في إطار برامجها وخدماتها، وبالتالي أراد أن يستهدف هذه المؤسسات. مطلوب من المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، مطلوب من الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤوليته، مطلوب من يعني المحكمة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، وبالتالي ازدواجية المعايير هذا شيء مرفوض. في هذه المؤسسات بتاخذ دعم الاتحاد الأوروبي لأنها مؤسسات تقدم خدمات، لأنها مؤسسات بتوثق الانتهاكات. احنا مؤسسات لها دور، احنا محايا المؤسسات، طيب وسنقف بكل الجهود في سواء محليا او اقليميا او دوليا دفاعا عن هذه المؤسسات على اعتبارها مؤسسات وطنية لها خدماتها. ولكن وين جاي بهذا الحكي؟ دفاعا عن حق ابناء الشعب الفلسطيني. يعني انا اقول لك بيت معركة مشرفة اللي خاضوها ابناء الشعب الفلسطيني نساء ورجال في بيت تم طرد المستوطنين عن جبل الصبيح، وهذه جاءت نتيجة تكاثف الجهود. بيتها كانت نموذج في الوحدة، بيتها كانت نموذج انه فلسطين كانت اكبر من الكل، والمعركة مع الاحتلال هي المعركة المصرية اللي حسمت. عشان هيك احنا النساء كان لها دور بارز، واحنا بنقول من بيتها الى الشيخ جراح الى قطاع غزة، ومين بده يشهد للعروس الى ان نقيم دولتنا وان نتخلص من الاستيطان ايا كان شكله وايا كان مقدوره.